السلام عليكم. في التمارين التطبيقي حول الدوائر الحدودية من الدرجة الثانية، نعتبر الدالة F المعرفة بما يلي: F x يساوي 3x و 2 ناقص 6x زائد 1. السؤال الأول هو: حدد جدول التغيرات ثم متن منحنى الدالة F على متعامل منظم. السؤال الثاني هو: حل ميديانيا المتراجحة F x أصغر أو يساوي 2x ناقص 1. نبدأ أولا بتحديد جدول التغيرات ثم تمثيل الدالة F. أسهل طريقة لتحديد جدول التغيرات ثم تمثيل الدالة F هي كتابة الدالة F على شكل القانوني. لدينا F لX تساوي 3X وزدنا ناقص 6X زائد 1. الخطوة الأولى نقوم بالتأمين ب 3، تعطينا 3 في X سيدنان ناقص 6 على 3 يعني ناقص 2 x زائد 1 على 3، يعني نقوم بالتعميل برقم 3. 3 x 2 3 في ناقص 2 ناقص 6 x ثم 3 في 1 على 3 هي 1 تساوي. الآن نقوم بكتابة ما داخل الأقواس على شكل متطابقة هامة، أي x أس 2 ناقص 2 في 1 في x. لدينا a هي x و b هي 1، إذا زائد 1 أس 2. قمنا بإضافة 1 أس 2 لكي تكون هذه على شكل متطابقة هامة: a ناقص b الكل أس 2 تساوي a أس 2 ناقص 2 ab زائد b أس 2. إذا نلاحظ أنه لدينا a أس 2 ثم لدينا 2 ab ثم لدينا ب أس 2، إذن يمكن تحويلها إلى متطابقة هامة. وأضفنا الواحد يجب حذف نفس العدد 1 أس 2 زائد 1 على 3. نلاحظ أنه أضفنا الرقم 1 ثم قمنا بحذف نفس الرقم تساوي 3 في، هذه هي متطابقة هامة: x ناقص 1 الكل أس 2 ناقص 1 زائد 1 على 3 تساوي 3 في x ناقص 1 الكل أس 2 1 المقام ناقص 3 على 3 زائد 1 على 3 يعني ناقص 2 على 3 تساوي. نقوم بالنشر الآن: 3 في x ناقص 1 الكل أس 2 ناقص 3 في 2 على 3 هي 2. إذن f x تساوي، وهذا شكل القانوني للحدودية حسب ما رأيناه في الدرس. نستنتج أن منحنى الدالة f هو شلجم رأسه أوميغا ألفا هي 1 وناقص 2، 1 ثم ناقص 2، ومحور تماثله محور تماثل الشجر محور تماثله هو المستقيم الذي معادلته هي x تساوي 1. من الشكل القانوني يمكن استنتاج رأس الشجر الذي هو ألفا ثم بيتا، ويمكن أيضا أن نستنتج محور تماثل الشجر الذي هو المستقيم الذي معادلته x تساوي 1. إن لم تفهم جيدا راجع درس الدوال الحدودية من درجة ثانية. إذا من خلال هذا التحليل يمكن أن نستنتج جدول التغيرات الحدودية. نقوم بتحديد الآن جدول التغيرات الحدودية. جدول تغيرات الحدودية هو x f x هنا نضع
الفا واحد، وبما ان ار موجب فان الحدوديه سوف تكون تناقصيه ثم تزايديه. صوره واحد هي ناقص اثنان، اذا جدول تغير الداله اف هو الجدول التالي، تناقصيه لناقص من نهايه الى واحد ثم تزايديه من واحد الى زائد ما لا نهايه. والان مع تمثيل الداله، قلنا ان منحنى الداله اف هو الجمع الاصول اوميغا واحد ناقص اثنان، ومحور تماثله هو المستقيم الذي معادلته اكس تساوي واحد. اذا لرسم منحنى الداله اف، اولا نقوم برسم معلم متعامد ومنظم. الخطوه الاولى هي رسم معلم متعامد ومنظم. اي ثم جي. الخطوه الثانيه نقوم بوضع راس الشجر الذي هو واحد ناقص اثنان، واحد ناقص اثنان ناقص واحد ناقص اثنان. اذا راس الشجر هو النقطه التاليه، لا واحد ناقص اثنان. ثم نقوم برسم المستقيم اكس يساوي واحد، محور تماثل الشجر هو المستقيم التالي. من الافضل ان نقوم برسم المستقيم بلون مغير. محور تماثل مستقيم يساوي اكس يساوي واحد، هذا هو محور تماثل دالة. ثم نقوم برسم نقطتين على يمين محور التماثل او نقطة من خلال دالة. نقوم بتحديد اولا صورة النقطة مثلا عندنا 3 في 4 12 ناقص 6 في 2 12 تعطينا 1. ثم صورة 3 على 2، صورة 3 على 2 هي 3 في 3 على 2 كله 6 هي 9 على 4 ناقص 6 في 3 على 2 هي 6 في 3 18 على 2 زائد 1. نقوم بتوحيد المقام، 3 في 9 تساوي 27 ناقص 36 على زائد 4 على 4 تساوي ناقص 36 زائد 27 تساوي 9 ناقص 9 زائد 4 ناقص 5 يعني تساوي ناقص 5 على 4 ناقص 5 على 4. إذا نقوم بإنشاء نقطتين، النقطة الأولى اثنان صورتها هي واحد، صورة اثنان هي واحد. صورة ثلاثة على اثنان هي ناقص خمسة على أربعة أي ناقص 1.25. إذا الشجم سوف يكون كما يلي. ثم نقوم برسم مماثلة نصف الشجم بالنسبة للمستقيم إكس تساوي واحد، مماثلة هذه النقطة هي النقطة التالية، ثم مماثلة هذه النقطة هي النقطة التالية. إذا سوف يكون الشجر كما يلي. والآن نتوجه إلى السؤال الأخير، حدد ليانيا المترشحة اف لي اكس أصغر أو يساوي 8 اكس ناقص 1. أولا نقوم بإنشاء المستقيم الذي معادلته 8 اكس ناقص 1 بتحديد نقطتين، صورة مثلا الصفر هي ناقص واحد، وصورة واحد مثلا اثنان ناقص واحد هي واحد. صورة الصفر ناقص واحد، وصورة الواحد هي واحد. إذا المستقيم سوف يكون كما هي. المطلوب هو تحديد متى تكون اف لإكس أصغر أو يساوي 2 إكس ناقص 1، يعني متى يكون منحنى إف تحت منحنى الدالة التالية أو تحت مستقيم ممثل بمعادلة التالية. إذا في هذا المجال من هذه النقطة، نقطة التقاطع المستقيم مع المنحنى، لدينا المستقيم تحت المنحنى، إذا لا ينتمي إلى الحل. من هذه النقطة أ مثلا إلى النقطة التالية ب مثلا، لدينا المستقيم فوق الشجر،
وفيها تكون من ب الى زائد ما لا نهايه لدينا الشنشن فوق مستقيم. اذا الجزء الذي يحقق الحل هو فقط من ا الى ب. اذا اس تساوي فقط من ا الى ب، فقط حل المتراجعه اس تساوي من ا الى ب، اي من هاتين النقطه الى هاتين النقطه. عند الرسم في ورق مليمتري او في ورق مخطط نجد ا و ب، ثم نعود ا بقيمتها و ب بقيمتها.